سن او ضرس لاي سبب من الاسباب، سواء تسوس او مرض او حادث لا قدر الله او اي سبب كان، لازم تتوجه للطبيب بسرعه علشان يعوض لك مكان الضرس ده بالطريقه المناسبه، بالزراعه، بالتركيبات، باي طريقه يشوفها مناسبه. لو عندك ألم في أسنانك ما ينفعش تاخد مسكنات وتستنى وتقول خلاص المسكن بيريحني، لازم تروح للدكتور بتاعك يشوف لك إيه المشكلة، تسوس أو حاجة محتاجة علاج جذور أو حشو عصب أو التهابات في اللثة، كل الكلام ده دكتور الأسنان يقدر يريحك من الوجع بدون مسكنات.